السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مجدي عبد الغفار. يا رب دايما تكونوا بخير. حلقتنا النهاردة هتكون بخصوص ازاي اربط قناتي على اليوتيوب بحساب جوجل ادسنس بعد تحديثات اليوتيوب لعام 2020 والقناة تخش مراجعة بشكل سريع في حين انها متقعدش مثلا اسبوع او اسبوعين. انا قناتي الحمد لله بفضل ربنا قعدت في المراجعة 12 ساعة فقط. طيب انا عملت ايه في البداية؟ انا قناتي كنت رابطها بحساب ادسنس قبل تحديثات، فعشان كده الخطوة الأولى اللي هي مراجعة أحكام برنامج شركاء اليوتيوب تمت، والخطوة الثانية اللي هو الاشتراك في جوجل أدسنس لقد نجحت قناتك في ربط حساب أدسنس. هنفترض دلوقتي لو أنت مثلا جديد في اليوتيوب ولسه عامل قناة بعد التحديثات وعايز تربط القناة بأدسنس، عشان تربطها لازم تستوفي الشروط اللي هو 1000 مشترك وال 4000 ساعة. نفترض دلوقتي أنا دخلت على قناتي لقيت إن أنا تخطيت ال 1000 مشترك وال 4000 ساعة فاضل فيهم 6 ساعات، يعني 3994، وفعلا عدد الساعات بقت 5000 ساعة والمشتركين بقى أكتر من 1000. كلمة تقديم طلب الآن ظهرت عندي، هاجي على كلمة تقديم طلب الآن دي لما أضغط عليها هيوديني بقى بعد كده على كل الخطوات اللي انتوا عايزين تعرفوها. طيب هنمشي مع بعض دلوقتي كده، هندوس على تقديم طلب الآن، بعد كده بيقول لي إن في خطوة أولى وفي خطوة تانية وفي خطوة تالتة. دي الحاجات اللي هتظهر عندك أنت واللي ما ظهرتش عندي عشان أنا كنت رابط القناة بالأدسنس. هاجي بعد كده أدوس على الخطوة الأولى عشان اخش على الاحكام بتاعت برنامج شركاء اليوتيوب. هنزل تحت خالص بالماوس هتلاقي المربع ده، هتدوس على اوافق على احكام برنامج شركاء اليوتيوب. لما تضغط عليه بيبقى علامة الصح، وبعد كده تدوس على ايه؟ مراجعة الاحكام. كده خلاص الخطوة الاولى تمت بشكل تلقائي، وحتى بقى مكتوب الخطوة الاولى جنبها كلمة تم. هنيجي على الخطوة التانية اللي هو الاشتراك في جوجل ادسنس، هندوس على كلمة البدء، هاجي بالماوس هاجي على كلمة البدء دي هضغط عليها. بعد كده هيطلب مني هنا ان انا اختار هل لدي كحساب حالي ولا مثلا، هاجي مثلا على كلمه اختيار دي اللي هو المثلث المقلوب هضغط عليه هيظهر لي ثلاث اختيارات. لو انت عندك حساب حالي في جوجل ادسنس خلاص هتدوس على الاختيار الاولاني. لو انت ما عندكش حساب خلاص بعد ما تخلص الفيديو ده هتخش عندي في القناه هتلاقي في فيديو انا شرحت ازاي تنشئ حساب ادسنس بدون قناه بدون موقع، هسيب لك الفيديو ده في اول تعليق مثبت وفي الديسكربشن وفي شاشه النهايه. بعد ما تنشئ حساب ادسنس خلاص بقى لديك حساب، هتدوس على كلمة ايه؟ نعم لدي حساب حالي. بعد ما تدوس على كلمة نعم لدي حساب حالي خلاص انا هختار اهو نعم لدي حساب حالي، هضغط عليها هيظهر لك بعد كده تحت في الشمال شايفين كلمة مواصلة دي، هندوس على كلمة مواصلة. بعد كده هيظهر لي الجيميل اللي انا دخلت او عملت تسجيل دخول على الكمبيوتر عندي، دي كل الجيميلات اللي انا مسجلها تسجيل دخول. ايه هنا الجيميل اللي انا عامله بحساب الادسنس؟ انت ممكن تكون عامل جيميل لادسنس وعامل جيميل لقناتك على اليوتيوب، ويفضل ذلك ان انت لكل حاجه يبقى يكون لها جيميل خاص بيها. فانا هختار الجيميل الاولاني اللي انا عامله لحساب الادسنس، ده الجيميل بتاع حساب الادسنس، هيدخلني بشكل تلقائي على حساب الادسنس. وشايفين كلمه قبول وربط دي، خلاص بقى انا هربط قناتي دلوقتي بالادسنس، هدوس على قبول وربط. بعد كده عمل لي اعاده توجيه، خلاص كده انا ربطت القناه. شايفين كلمه اعاده توجيه دي، يا اما هو هيوديني على الخطوه الثانيه اللي انا كنت واقف عليها بشكل تلقائي، يا اما انا اجي بالماوس واجي على كلمه اعاده توجيه دي اضغط عليها. بعد ما بضغط عليها خلاص الخطوه الاولى الثانيه الاولى تمت، الثانيه بيقول لك كده المعالجه بالظبط هتاخد حوالي، بيقول لك تستغرق هذه العمليه بضع ساعات، يعني مثلا نقول ايه ساعه ساعتين او ثلاث ساعات هتلاقي كده المعالجه دي هتتغير وتبقى زي الخطوه الاولانيه يبقى مكتوب عليها كلمه تم، حتى بقى مكتوب اهو تم ولقد نجحت في ربط حساب الادسنس. يبقى كده احنا الخطوه الاولى عملناها اللي هو وافقنا على الشروط، الخطوه الثانيه ربطنا القناه بالادسنس، الخطوه الثالثه اللي هي المعالجه بقى اللي هو ايه المراجعه، هتقعد معاك بالظبط حوالي اسبوع لو انت قناتك ما كنتش ربطتها بادسنس قبل تحديثات، لكن لو كنت ربطتها خلاص فعلا تهانينا لقد تم قبول انضمامك في برنامج شركاء اليوتيوب. حتى مثلا لو انا حبيت ان انا اخش على القناه من جوه هدوس على خانه تحقيق الربح هلاقي هيظهر لي الشكل ده برضه، وهاجي تحت خالص على كلمة الاطلاع على المزيد عشان الناس بتقول لي اوصل ازاي للادسنس بتاعي او حساب الادسنس من الجزئية دي اللي هو الاطلاع على المزيد، حتى بيقول لك ايه خلاص تم تفعيل ربح في القناة بقت مفعلة. وان شاء الله الايام اللي جاية هشرح لكم ازاي تقدر تربط اكتر من قناة بحساب ادسنس واحد، انت ممكن تربط 500 قناة بحساب ادسنس واحد، وهسيب لك دلوقتي في شاشة النهاية ازاي تقدر تنشئ حساب جوجل ادسنس عشان تربطه بالقناه بدون موقع او بدون قناه، تقدر تنشئ حساب ادسس بدون اي حاجه خالص. ولو لسه جديد معنا في القناه ما تنساش تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان لو نزلت اي فيديو جديد يجيلك اشعار بالفيديو. كان معكم مجدي عبد الغفار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.